نوعا ما الإصلاح أو المسار الثوري وتعدلوا عجزت بطريقة أو أخرى في أنها على الأقل تجبر الطبقة السياسية المنتخبة شرعيا بين قوسين على تطبيق برامج أو وعود انتخابية كانوا يتشطقوا بها في كل محطة انتخابية. تعامل الإعلام مع الفشل هذا كيش يكون؟ بون شفنا المشهد الإعلامي التونسي، مش ندخل في صناعة المحتوى ولا التجارب الصحفية المهنية المحترفة كسوسوا مكتوبة مسموعة ومرئية أو بيور بلايرز على الانترنت فقط كيما نوات أو بوبلي أو الكتيبة أو انكفاضة أو غيره. أعتقد أن المشهد الإعلامي التونسي ثري متنوع، تميز بدم شبابي جديد قاعد يدخل، قاعد يفرض في قراءة أخرى وتعاطي آخر مع هموم على الأقل شريحة واسعة من المجتمع التونسي خاصة الشباب. أعتقد وجود برامج كيما بوبليا وكيما فازا وغيرهم فريش إلى آخره، نعتقد أنه إيجابي جدا على الأقل في إيجاد حلول ل فضاءات عجز الإعلام نوعا ما المنحاز كما نوات منحاز لهموم شعب وطبقات مهمشة أنه يوصل صوتها بطريقة توصل للناس الكل. نوات تبقى في نهاية الأمر وسيلة إعلامية وسيلة صحفية نوعا ما نخبوية نظرا لطبيعة الخطاب، صياغة الخطاب متاعها، خطها التحريري، اهتمامها اللي يعتبره البعض مفرط بالسياسة والسياسي والحقوق والحريات وخاصة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. أعتقد أن الخطاب هذا واجه تعب وفشل، نحكيه على الفاتيك بوليتيك في تونس لأنه ناس تعبت. التعب هذا نتصور هو نفور من الخطاب رغم صدقه رغم مهنيته رغم حرفيته، يبقى يمس جزء صغير برشا من المجتمع التونسي. نعتقد أنه عاجز على أن يصيغ رأي عام مؤثر في المحطات السياسية الكبرى، قد يؤثر. دونك فوالا المشكلة، نحن في أزمة كنوات وكأي إعلام بديل، في أزمة في هل أن قادرين فعلا على التأثير على الشأن السياسي ومدى تأثير متاعنا كيش يكون وكيش بش نقيسوه، شنو هما الماتريكس يعني اللي بش نوضعوها بش نقولوا نحن أثرنا على الطبقة السياسية وأثرنا على الرئيس وأثرنا على الشعب يخرج للشارع الظاهر ولا ما يظهرش أو أنه يقاطع الاستفتاء أو أنه يشارك في الاستفتاء. متصور الحاج في حالة فشل هذه على الأقل هذا رأيي أنا الشخصي مقر بها ونتناقشوا فيها المسألة. ولا هو جستو مع دور التأثير هذا جيو في الجولة الثانية من الأسئلة، تأثير وسائل الإعلام في الوضع العام سياسيا خاصة. ألفة نفس تقريبا السؤال، كيفاش ترى أنت كيفاش وصلنا للخيبة اللي نحكي عليها اليوم؟ نحب نرجع للميدان بتاع الإعلام سورتو. أنا نقول اللي بعد أبري لو 14 جانفي كنا في حالة متاع le domaine était sinistré, le domaine le journalisme et les médias. Il était sinistré par toutes ces années de dictature, de censure, de contrôle, etc., d'une formation qui a été affaiblie volontairement, d'une interdiction du terrain. C'était impossible de faire des enquêtes et des reportages. Fait que l'âge était يعني cette situation là elle demandait une révision, elle demandait un diagnostic, elle demandait تعمل diagnostic عملت l'INRI contre autres l'instance nationale de réforme de l'information et de la communication عملت des propositions. Ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu de réforme de ce domaine qui était sinistré, qui était malade. معناها tous les gouvernements post 14 janvier ديجيو حتى ما حرك يدو حرك شعره الميدان هذا. يعني il fallait faire des réformes, réformes à l'IPSI, à l'école donc de journalisme, réviser les modules, les médias publics,
il y a pas il y a rien eu au niveau des médias publics qui ont mentionné au marché القاطرة هما ce sont eux la locomotive qui trouve anti Arte qui trouve BBC qui trouve France 24 معناها il y a une matière de qualité qu'on ne retrouve pas dans les médias publics internes. Donc les différents gouvernements depuis 2011 hatta اليوم situation هذه كم تاع حاجه ضعيفه و appauvrie ou تعب ça les a arrangés. C'était une situation تساعدهم معناها ينجموا يتدخلوا ينجموا يتحكموا d'autant plus que la situation matérielle et même l'image de marque du journaliste s'est beaucoup dégradée معناها ces dernières années. Ma c'est un métier valorisant. C'est un métier qui ne paye pas ses travailleurs et c'est un métier qui a été dévalorisé معناها au cours des années. Donc c'était ça la situation. C'est une anecdote que je raconte souvent. Le 17 janvier 2011, la presse a amené une réunion à Mabad, dans sa raffine. Je suis là, où il y a eu une journaliste qui est mahtara. Les questions étaient à. تقول لك مثلا توا شنو هي لا ليني نتاعنا اون اي ليبر اي اون اي ليبر مي سيت ليبرتي مي في بور شنو هي ليدنتيتي نتاعنا شنو هما لي ليميت نتاعنا باسكو افيك لو طون لا سانسور ايتي دوفوني ان روبير سيتي دوفوني اون ايدنتيتي برسك يعني لي زوتي ديونتولوجيك اون ايتي اوبليي افيك لو طون باسكو دانز اون ديكتاتور نيا با دو ديونتولوجي يا دي شوز كي سون ديكتي. Donc il fallait faire tout ce travail-là qui n'a pas été fait. حاجة أخرى معناها وقت اللي جات الحرية دونك رجعنا للميدان لكن كي نرجع أنا للميديا متاع اللي هو لا بريس les deux des deux trois premières années j'ai pu faire du terrain mais après تعرفوا الكل اللي لا بريس écrite est en crise. Cette crise a influencé les économies de la presse. Donc, il n'y avait plus le moyen de prendre une voiture et de partir, ou alors de passer deux, trois jours sur le terrain, ou alors de faire une investigation sur le long terme. Donc, ça m'a paradoxe. Quand on n'avait pas de liberté, la presse avait les moyens. Mais il n'y avait pas la liberté. اليوم il y a la liberté mais il n'y a pas les moyens de faire de l'investigation ou elle de faire du terrain ou elle de faire un journalisme donc ce qu'on appelle le slow journalisme qui m'intéresse elle personnellement beaucoup. هذا اللي خلاك تعمل بلاتفورم وحدك من بعد تخرج voilà justement وصلت لها ياسين بلاتفورم مانيش انا وحدي معناها هي c'est un groupe c'est un collectif de femmes journalistes méditerranéennes des deux rives de la Méditerranée, يعني الحوز ثم المغرب ثم الجزائر ثم مصر ثم لبنان فلسطين وثم دونك الضفه الاخرى الشماليه فرنسا ايطاليا مالطا etc. donc ce collectif c'est un collectif de journalistes femmes professionnelles féministe, la ligne interne, elle est féministe, on écrit avec cette sensibilité féministe, avec un postulat de base, l'égalité totale entre les hommes et les femmes. Donc, il faut se dire qu'elle me permet de faire du terrain et de faire de l'investigation. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de dossiers, mais ça m'a تجربه حلوه برشا خدمناها مع بعضنا اللي هي la thématique de les femmes, la femme et ruralité en Méditerranée. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu faire deux grands reportages, un reportage sur les travailleuses agricoles de Reguep
خرج هذا في février et un autre reportage que je viens de donner que j'ai donné aujourd'hui sur les femmes في قرقنة qui ramassent les palourdes في قرقنة في جهة قرقنة. Donc ce sont de grands reportages اللي فيهم donc des déplacements au fur du terrain, au fur des recherches, au fur un travail aussi d'écriture et vraiment de recherche dans l'écriture. باه من بعد نحب نفهم دور البلاتفورم ولا الميديا اللي تخدم فيه في انهم يغيروا على الاقل واقع المراه في المناطق هذه. من بعد نمشي لساره، مرحبا مره اخرى. هو نفس السؤال لكن نحب ناخذ كلمه قالها سامي بكري، ثم تعب بصفه، ثم فتيك صار للناس بالوضع العام تيت 10 سنين ممكن خلينا نوصلوا للخيبه هذه في تونس من 25 جويليه لليوم. في الجزائر الحراك قعد تقريبا عامين وبعد رجعوا للوضع اللي كانوا عليه قبل. في لبنان نفس الحكايه، اليوم انهارت تماما البلاد هذيك رغم اللي كانت فيها نوع من الاستقرار اللي كنا نغزو له كانه مثال نوعا ما. انت ترى انه هذا صحيح؟ ثم فتيق خلى الناس تتعب وتسيب الامور تفلت؟ التعب هذاك موجود، معناها مش مانيش باش نكونوا في حاله انكار معناها للدياغنوستيك هذا اللي صاير، اما ماذا بيا جوست نسب شويه فكره الخيبه، انه فكره ان نقولوا مثلا من تونس لبيروت الخيبه معنا عنا تغرنا وكانه من 2011 لتوا، فما استر هكا ماشي وقاعد يهبط ونحن في خيبه معناها متواصله هكاك، الوغ هو معناها الخط يطلع ويهبط. معناها انت حكيت على الحراك على بيروت اللي هما حاجات صاروا في 2019، العراق زاد في 2019 تحرك، فلسطين عم ناول حركت وصار الاضراب العام من المي للمي معناها من فلسطين التداخل ومتاع حراك الريف في المغرب. يعني معناها مش من مثلا صارت معناها الربيع العربي بدا 2011 ومن وقتها ونحن في خيبات متواصله، صاروا كمان معناها اوقات اللي هي بالنسبه لي انا فكره مهمه. انا نحن كاوريون 21 جوستومون معناها احنا عندنا نظره بلوتو ديما اقليميه معناها على المنطقه الكل، دونك ما نبداوش مركزين كان على بلاد واحده. والفكره انه احنا معناها بدينا في 2013 معناها من بعد في دون لو سياج معناها نتاع معناها الثورات 2011، ولكن من بعد معناها صاروا اوقات صارت احداث اللي خلتنا نعاودوا نرجعوا نقولوا الحكايه مازالت ما فاتتش، مازال فما امل، مازالوا فما عم بتتحرك. وتظل فكره مهمه ياسر لخاطر حتى في احلك الاوقات اللي ظننا سيئة معناها ما عادش فيها مثلا فلسطين مثلا معناها ما عادش كنت فاكره عاملين والعباد نساوها ما عادش حتى يحكيوا عليها في الاخبار، ورجعت معناها ورجعوا رواحهم هما فرضوا رواحهم في الاخبار وكيف في النشرات الى اخره. دونك ما سي با سي لينيير كو سا. من بعد الفكره الاخرى نتاع انه علاش ما عادش دورنا نحن كصحافه انه باش نعملوا البيلون هذا ولا مثلا باش نفهموا الاسباب الخيبات، ولا معناها نحن نخدموا ياسر مع الباحثين معناها والمؤرخين الى اخره والعلماء الاجتماع نحاولوا نفهموا معاهم الاوضاع هذه. الفكرة الأخرى اللي زادة في الخيبات هذه الحاجة اللي نحن ملاحظينها مثلا إنه الفشل متاع ثورات معينة ولد نوع من التقوقع على الحياة الخاصة متاع الحياة الشخصية متاع العبيد، اللي حاجة نلاحظوها ياسر في تونس معناها العبيد ولاو كل واحد عايش شوية في البول متاعو، يهمه أكثر معناها الحياة اليومية متاعو والنيفو دفي متاعو أكثر من معناها فما صار جوستومون أن ديزانتيغي من السياسة على حساب أنا أعطيني معناها حياتي اليومية كيفاش صايرة إلى آخره. وهي حاجة معناها ظاهرة نلاحظها في برشا بلدان اللي فشلت فيها الثورات مثلا في مصر على الأخر في 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 لبنان في برشا بلايص، ولكن فما حاجة تقعد معناها ديما نلقاو نوع من الترسبات انه حتى كان فما فشل ديما فما حاجه من الاسبري نتاع الثوره هذيك يقعد في الحياه الشخصيه نتاع العباد ويحاولوا معناها انهم قلت لهم ما يسلموش كومبليتمون. معناها فما كمان صارت حاجه مانيش باش نقولوا اللي صارت حاجه، فما معناها فما قبل وفما بعد، ونحاولوا فما لو سوي مينيمال هذاك كيما مثلا يوم باش نحكيو في تونس اي فما خيبه امل الى اخره، ولكن هاو نحكيو توا على حريه التعبير اللي هي مازالت حاجه معناها مازلنا محافظين عليها كمان نسبيا الى اخره. معناها ديما فما تحس معناها تغيير معناها ما نجموش نقولوا معناها بعد 11 سنه انه كان شيئا لم يكن ورجعنا وين كنا رغم الخيبات هذه الكل. شكرا.
سميحة، نفس السؤال. أنت تخدم في ميديا يخدم في جامع بيروت تونس، خلينا نقوله هو موجود في البلدان الزوز، إقليمي أكثر منه محلي، وأعتقد أنه اللي تشوف فيه مثل الوضع اللي تتناوله فيه سواء كان في لبنان أو في تونس أو في الجزائر أو في مصر أو في عديد في الدول هذه اللي شهدت تغييرات كبيرة، شنو هي الحاجة اللي خلتها توصل الكل في الأخر إلى نفس النتيجة الخيبة؟ إذا يعني إذا اتفقنا أنه ثم خيبة، شنو الناس كل خلاها توصل في الأخر إلى نفس النتيجة مع اختلاف السياقات؟ هو ثم تختلف، ثم مناطق ودول عجزوا على إحداث تغييرات جذرية، ثم مناطق أخرى كيف تونس مثلا، هناك عملية تهدم لما تم تأسيسه خلال 10 سنوات وحتى قبل، نحكي على جمهورية جديدة تطلموا الله وعلم شنو محل مح. الخيبات هذه إذا صح تسميتها بالخيبات جاية من برشا حاجات، جاية من أنه للأسف أنه الرهانات والفاعلين ما همش محليين فقط، ثم رهانات متاع قوى إقليمية عندها مصالحها وعندها ناسها وعندها أحزابها وعندها لوبيتها المالية والاقتصادية موجودة هنا. الخيبات هذه جات من أنه تشرذم ربما قوى المقاومة والممانعة والقوى المدنية، الخيبات هذه جات زاد من ربما تهميش الجانب الاقتصادي والاجتماعي في النقاشات، تغيير النقاش القانوني في السياسة، ولهذا تحصرنا في مربع القانون وتهمش الجانب الاجتماعي والاقتصادي، مثلا حاجات كما مثلا الاقتصاد الريعي يخدم عليها مثلا صديقنا عبد السلام الهرشي، نوجه له التحية هنا، وخدمنا عليه في المفكرة القانونية أيضا. مؤخرا تم التعاطي معه 2020-2021، تم التركيز ولا ثم وقتي هو العمود الفقري باش تفهم البنية الاقتصادية متاع التغمة المالية والاقتصادية الحاكمة في البلاد. أيضا ربما فشل قوى التغيير في كل البلدان في قلب العلاقة بين التغمة السياسية والمالية الحاكمة في علاقتها بالقانون، بمعنى أنه القانون بدل ما يكون يؤدي وظيفته الطبيعية في أنه ينصف الناس وفي أنه يحقق العدالة، صار أداة ربما لتقييد الحريات، تقييد الحريات والحد من الحقوق، من حقوق نحكيه على بعض القوانين المتخلفة كما الارتيكل 230 الوا 52، خيضت وخاضت بعض القوى المدنية نقاشات ونضالات حقيقية من أجل تغيير هذه القوانين المتخلفة، لكن للأسف هناك اختلال رهيب في موازين القوى بين سواء كانت ما يمكن تسميته بالإعلام البديل وبين الإعلام المهيمن، اختلال رهيب في القوى بين القدرات المالية وعملية التشبيك بين اللوبيات المالية والأحزاب والقوى المدنية اللي تناضل في سبيل تغيير الواقع. هذا الكل هيئ مناخ، هيئ مناخ كامل، لأنه تتراجع، لأنه يكون ثم مقبولية للتراجع منسوب الحريات. نشوفه نحن سواء في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في الكونتاكت العادي متاع الناس، نحكي لهنا مثلا في تونس ثم نسبيا مقبولية لعودة حالة من القمع، وقت نشوفوا استدعاء الجيش، وقت نشوفوا ناس تهلل لمحاكمات عسكرية، وقت نشوفوا وسائل إعلام مهيمنة بين ظفرين تتغاضى على إيقاف صحفيين أو يتعدى خبر هامش خبر اعتداء على صحفيين، ثم مقبولية في لتكريس مناخ جديد فيه تراجع الحرية. يعني الثورة ما غيرتش في النهاية في القوانين وفي الممارسة؟ ما غيرتش في القوانين والممارسة، في وخاصة أنا نمن بكلمة برشا بحاجة كبيرة، أنه الفقر هو توأم الاستبداد، ما لم يحل الجانب الاجتماعي والاقتصادي فإن البؤس سيستدعي الاستبداد في أي لحظة. شكرا سميح. شفت الفرق بين الديبال والديبال الثانية، لول ستوريات وفازات توا، حتى الأسامي تتبدل من فازة البوبلي للمفكرة القانونية نوات وليل سامدي سوار سامي. هو يعني مشينا مرور بصفة عامة، ولكن أنا نحب نعرف دوركم كإعلام مستقل، كما كان نحكي سميح أنه في الأخر الثورات ما حدثتش تغيير، وهي في حد ذاتها يعني تناقض كبير، أنه الدورة الثورة بمعنى أنها تغيير جذري وشامل في النهاية ما حدثتش تغيير. مازال نحكي ولا قوانين متخلفة تحكم فينا اليوم، وخاصة أنه التراجع اللي صار في المنطقة الكل تقريبا اليوم كلها في نفس الوضعية. دور وسائل الإعلام المستقلة أو البديلة اللي نحكي عليها تو نحكي في حالة نواة، شنو دورها في إحداث التغيير؟ شنو دورها في أنها هي تدفع المجتمع للتقدم؟ والله دور الصحفي الأول هو طبعا تدوين تأريخ، تأريخ الأحداث اللي قاعدة تصير طبعا تحت ضوء خط التحريري اللي يتمثل أساساً في عملية اختيار وفرز المواضيع اللي تعكس
القضايا الكبرى أو الأم اللي تدافع عليها الوسيلة الإعلامية اللي نحكي عليها، مثلا نواة عندها خط تحريري، عندها سياسة تحريرية قديمة عمرها 18 سنة، تونت مكتوبة موجودة في الموقع، واللي هي تأسس المقاربة الإعلامية والصحفية متاع نواة في علاقتها شنو الحدث المهم اللي نحن كفريق تحرير مطالبين بس نغطيه. دونك أعتقد المسألة هي الأولى، هي المسألة تأسيسية ومسألة فهم الذات، شكوني أنا في علاقتي بالمحيط اللي نتفاعل فيه اللي هو تونس، نحكي إقليميا ومحليا تو. بعد فما ديزيشيل دو بريوريتي، يعني تدخل في معارك مثلا 25 جويلية في أنك تسميه انقلاب ولا تسميه منعرج 80، في أنك تقف في صف مانيش مسامح وتكون ضد قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، أو تسكت وتغض الطرف وما تغطيهش، أنه في معركة جمنة تكون موجود في الأرض في جمنة وتتابع المسألة على بعد 5 سنين وانت تحاول تغطي وتعطي، تحاول توعي ناس حول مسألة قيمة الاقتصاد التضامن والاجتماعي، أو أنك تكون وسيلة إعلام مهيمنة، وسيلة إعلام سلطة، وسيلة إعلام رأس المال، اللي ما تهمناش قضايا محلية صغيرة في ضيعة في الجنوب التونسي اللي قادرة تكون نموذج لضيعات أخرى في السرس ولا في 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 قفصة ولا في غيره، تنجم تكون بديل اقتصادي واجتماعي لمشاكل عجزت الدولة طيلة 50 سنة وأكثر أنها تحلها، لأنها بطبيعتها الدولة عاجزة أنها تحل الشيء هذا. دونك المسائل هذه مسائل في مسألة اختيار المواضيع، عملية الفرز المبدئي اللي تقع من الأول، شنو هو موقفي في 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 انه قيس سعيد خذ السلطه، وشنو هو موقفي في عمليه الاستفتاء، شنو هو موقعي في اني نثبت على نواة في 2005 و2006 و7 وفي مساله المقاطعه ودعوه المقاطعه في الانتخابات بن علي. يعني كانت نواة من 2004 لتو بتاخذ مواقف وتعبر عليها وتقول انا مع المقاطعه او انا نشجع الاستفتاء وانا نسكت، فهمتني؟ دونك رأيي هو هذا، هو الخط التحريري ووضوحه، أنه الفريق يكون متجانس وفاهم مهامه السياسية الأولى، لأنه نحن نمارسه في السياسة عبر الخبر وعبر المعلومة، من الصحفيين برك في نواة، يعني جزء، أنتم جزء من المعركة مش مجرد نقل لها، لا نحن جزء من المعركة، نجم نعتبر روحنا اللوبي نحاول نأثره في الرأي العام من أجل قضايا. بالضبط، قولي شنو كان تأثيركم، كيفاش تراه انت تأثيركم؟ كان التأثير هو مناصرة قضايا نعتبروها عادلة، عدالة القضايا هذه تكون حسب اعتقد تقييم ايديولوجي قريب شوية لليسار يقرب شوية للأناركية، وكل واحد في نواة يحمل ايديولوجيا معينة، اللي جاي من الايديولوجيا عربية قومية، واللي جاي من يسار اسلامي، واللي جاي من الاناركيه، واللي كل واحد كاش يجي، لكن المايونيز اللي تتخلق في نواة في نهايه الامر، واللي شاف دوركستر نتاعها هو رئيس التحرير، هو اللي باش يوجه شنو هي المعارك اللي باش تخوضها نواة، فهمت؟ احيانا تتجند نواة مده عام كامل قضيه واحده او زوج قضايا، مثلا مساله الصلح الجبائي، مثلا حرب نظام مع باجي قايد السبسي مثلا، سخرنا 3 سنين من عمر نواة، أنا مسألة مانيش مسامة هي مسألة جوهرية تموت وتحيا فيها نواة، وحتى تتسكر نواة ولا نشد الكل، هذه قضية باش نخذوها للآخر. مثلا جمنا، مثلا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذه قضايا ما فيهاش يعني نقاش في نواة باش نقفوا فيها ولا ما نقفوش، باش نحكي ولا ما نحكيوش، باش نكونوا أبوليتيك، ما فماش حاجة أبوليتيك، ما من الأبوليتيزم هو نفسه موقف سياسي سلبي لصالح اللي عنده النفوذ واللي عنده السلطه. دونك فوالا، ما نعرفش جاوبتني. واضح واضح. ألفا، ترى اني عندكم دور في انه تكونوا قوه دفع، ولا تكونوا يعني مساهمين في انه تترسخ الديمقراطيه، تترسخ الحقوق العامه والحريه العامه والفرديه، ترسخ مجتمع القانون، ترسخ، يعني ترى انتم عندكم دور تقوموا به في هذا؟ ان توكا لوبجيكتيف نتاعنا احنا في ميت فيمينيستويا محطوط دايور في الباج دو غارد نتاعنا، اللي هو ديمونتلي لي ريسي باترياركو، راكونتي لي زيستوار دو فام بار دي فام، donner la parole aux femmes, raconter les luttes féministes,
donner une voix à celles qui n'ont pas de voix. هذو parmi les objectifs نتاعنا. انا je pense que le rôle du journaliste c'est pas de changer les choses. معناها le rôle du journaliste c'est de faire son métier, اللي هو informer, analyser l'information, vérifier l'information, bien sûr avec les outils déontologiques du métier. ثم حاجات اللي ما نجموش يذول يا ما نجموش يعملوهم لي جورناليست سيتويان ولا هذوما لي نوفيلز اكسبيريونس اللي هو لانكيت والروبورتاج اللي هما il demande c'est des gens qui demandent un savoir-faire qui demandent une formation quitte à ce que on ne passe pas par une école معناها on peut apprendre par les formations par les stages par un bon encadrement. Donc à mon avis معناها déjà faire son travail bien d'une manière professionnelle كيما قال سامي معناها écrire cette histoire du quotidien اللي هو c'est ça le métier du journaliste c'est l'historien du quotidien est-ce que ça va changer les choses en tout cas on aura fait notre travail c'est d'informer les gens sur des angles morts اللي ما يمشيولهمش ما يمشيولهمش السياسيين ولا ما يمشيولهمش je ne sais pas les autres corps qui peuvent suivre le ou illa مثلا les universitaires يمشيولهم لكن يقعد quand même le travail نتاعهم un peu confidentiel. Ils n'ont pas l'écho que peut avoir un article de presse, voilà une enquête, voilà un reportage, voilà une émission, un bon reportage à la télé, voilà la radio, voilà. Ou d'ailleurs, sous LHDM, est-ce que je me réveille ou est-ce que je me le suis souvent posé, notamment quand. Quand je couvre le sujet, la discipline, la justice transitionnelle. À côté de Maître Féminissuya, je suis aussi la correspondante d'un site qui est spécialisé dans la justice transitionnelle, Adel Antikaleya, l'IHOA justiceinfo.net. C'est un site qui est basé en Suisse et qui a des correspondants dans les pays où il y a des expériences de justice transitionnelle, qui est mal Colombie, qui est mal Mauritanie, etc. Donc, مثلاً avec les victimes, qui تسمع معناها حكايات ou تسمع des vécus ou تسمع des drames, qu'est-ce que je peux faire moi ? لكن déjà parler de ça, c'est beaucoup. معناها quand je me trouve مثلاً أنا وحدي في dans une chambre spécialisée, seul journaliste grâce à mon site, معناها à parler des perspectivistes, voilà. الحوض المنجمي ولا الأحداث متاع الثورة إتسيتيرا ونسمع لي زاكتور بيدهم معناها يحكيو في تاريخهم ويحكيو في ومن بعد نعمل أنا أرتيكل جو مو دي معناها ودايوغ حاجة تفرحني برشا كي ندخل المحكمة ومازال ما بداش معناها ما بداتش لودونس ونلقى لي فيكتيم وكل شيء قولوا لي heureusement que tu es là معناها tu es notre mémoire et bon انا نخدم في خدمتي لكن هما يحسوا لي كان ما ثماش صحافي يجي باش يكتب باش تنساو حكايتهم مش باش تكتب حكايتهم مش باش elle va pas être écrite dans l'histoire معناها c'est ça صار يظل انت اكثر واحده فينا متفائله ديما هكا اما بالضبط ما حبيتش نرد عليك بكري ما قلت خلطه ونطرح في شكل سؤال نقول لك يعني مع قوة التغيير بصفه عامه والثوره بعد المده هذه كل من 2011 حتى كشي اليوم ما نجحتش كما قلت كما كان قال يحكي سميح ما نجحتش باش تعمل تغيير والاخطر من هكا انه ولينا قدام عادش كان قدام نظام قديم ولينا قدام شعبويه قدام قوى يمينيه هي اللي خلتنا اليوم نتحدثوا على الخيبه الدور أوريو ماتيا أو غيرها من وسائل الإعلام اللي تشبه لها باش أنها تكون هي بالحق قوة دفع للتغيير هذا أنت كيفاش راه؟ سلام مش بضرورة متفائلة راه إلا نسبت
بالنسبة لدور أوريون 21 احنا الفرق يمكن بالنسبة للمواقع الأخرى اللي احنا رسميا موقع فرنسي يعني موجود مش فقط يعني تواجده جغرافيا في فرنسا يعني هو موقع فرنسي لكن موقع فرنسي ينشر بأكثر من لغة يعني ينشر بالفرنسية بالعربية بالإنجليزية وزيادة بالإسبانية والإيطالية لكن خلينا ناخذ خاصة يعني اللغتين الأساسيتين اللي هما الفرنسية والعربية. الفكرة متاع أوريون 21 إنه يعني في الاتجاهين إنه بالنسبة للجمهور الفرنسي الدفع بالنسبة لأنه ساعة يعني ننطلقوا نحن من فكرة اللي الشمال والجنوب هما في علاقة مع بعضهم فما معناها المصير متاع الشمال والجنوب مترابط يعني ونعرفوا معنا نتفكروا الكل اليوماري ميشيل اليوماري اللي تحب تصدر لو سافوار فير فرونسي لتونس نعرفوا معناها ديما فما الانجيرونس ولا ديما فما معناها الوجود معناها والمصير متاع البلدان الجنوب ماهوش مستقل عن ما وفيس فيرسا معناها الحكايه دون لي دو سونس الفكره نتاعنا وانه زاد فما الفكره الاخرى انه من 2001 يعني خاصة بعد 11 سبتمبر وفي السنوات الأخيرة الكل الحكاية مش وتتفاقم إنه النظرة اللي هي يعني النظرة الأساسية للأسف يعني موجودة في العالم الغربي وفي أوروبا ورسية ما في فرنسا إنه ديما ولينا نغزر معناها للعالم مولاي ويغزر للعالم العربي والإسلامي إما معناها من منظور بتاع كل ما هو الحرب على الإرهاب ولا من منظور يعني قضايا الهجرة وكل شيء معناها ديما يعني اتقاء شر المنطقة الجغرافية هذه هذه الفكرة نحن الفكرة متاعنا إنه مش قلنا بون ساعة جاس حطوا ذيك على جهة راهي ساعة مبدئيا العالم العربي والإسلامي ما هوش استثناء معناها كيما بلدان العالم الكل كي نجيو باش نحلوا شنو صاير فيهم المجتمعات باش ناخذوا معناها وسائل اقتصادية اجتماعية باش نطبقوها على أمريكا ولا فرنسا ولا ألمانيا إلى آخره نفس الوسائل هذيك باش نقراو بها شنو صاير في العالم العربي نحنا معناها اللي صاير عندنا ما يتقراش كان من منظور الإسلام شنو قال ولا حقوق المرأة معناها بالنظرة ذيك الغربية هذيك المسقطة إلى آخره نو فما فكرة إنه نحن نعطيه صورة أقرب إلى الحقيقة معناها بالنسبة للعالم العربي والإسلامي في فرنسا وفي أوروبا وهك عليه مثلا من الحاجات اللي نحن نحاول نعملهم إنه نكتب مع كتاب عرب يعني أنا برشا مثلا يكتب معنا بالعربي وفما اللي يكتب بالفرنسي ولا الانجليز فورسيمون يا دي فرانكوفون يا دي انجلوفون معناها في العالم العربي ولكن برشا كتاب يكتبوا بالعربي ونترجموهم بالفرنسي وننشروا له من جهة أخرى الكتاب معناها القارئ العربي فما احنا من الحاجات نهتموا بهم اللي هي جوستومون من العالم العربي والاسلامي ذاك فيش ما في شنو الصوره اللي عنده في فرنسا دونك باش نعطيو فكره زاده من القضايا اللي عندهم عندها علاقه ببلداننا هنا هي كيفاش تطرح في فرنسا دونك قضيه الاسلام قضيه العنصريه الحاجات هذوكم الكل دونك باش نحكيو لهم نحكيو زاده القارئ العربي مثلا عملنا معناها تحقيق العام اللي فات على اللوبي الصهيوني في فرنسا اللي هي معناها حاجه تهم اكيد القراء العرب دونك هذوما الحاجتين اللي نحن بالنسبه لي ما ذكر ديزون المحور الاساسي من بعد المحاور الاخرى اللي فما فكره انه نحن عندنا نظره اقليميه لانه كما قلنا معنا في بعض الاحيان دي ما عندك وسائل الاعلام اللي هي تلقاها معناها تنشر ولا تهتم عموما في اغلبها بشان محلي ديما تقع على صعيد بلاد دونك نحن الفكره اللي زاد يمكن نعطيو فكره للقراء العرب اللي راهو فما دي كونيكسيون اللي راهو فما حاجه شبه لبعضها الى اخره ولا حتى معناها مش حتى البريتونسيون هذيك جوست باش نطرحوا معناها دي كيستيون جيوبوليتيك بطريقه معناها بصفه عامه اكثر ولا في علاقه مثلا مع رشنا مع امريكا مع الصين مع معناها بلوتو دي كيستيون جيوبوليتيك اكثر نحاولوا نطرحوهم ولا زاد بعد معناها زوايا ما يتمش تطرق لها دي زونغلو مور مثلا ولا مواضيع ما يمكن معناها ما يتمش الخوض فيها ياسر مثلا يمكن نحكيو ياسر على السياسه ما نحكيوش ياسر على الاقتصاد مثلا عملنا نشرنا مقال فسرنا لي كيفاش مصر النهار كله هي تشري في السلاح من عند فرنسا وتشري في لي غافال اليوم لي زافيون شاس تشريهم عند فرنسا فسرنا لي راهو لي غافال هذوكم ان فيت سي بيي بار لارجون دو كونتريبيوابل خاطر مصر عمرها ما تخلصهم ان فيت حاجات هكا معناها هذوكم مواضيع فبالنسبه اي انه معناها نساهموا في انه نطوروا نوعا ما اي نعتبروا ان نساهموا ما انا نحاولوا معناها اصلا كوننا معناها نحن جريده مستقله
اللي هي معناها كيف كيف حتى في فرنسا معناها هو سانشوا اللي عنده الثقل نتاعو خاطر معناها اغلبيه ما استثناء في فرنسا نكون عندك معناها جريده مستقله وخط التحرير نتاعنا واضح يعني نحن موقع يساري نسوي مناهض الاستعمارية مساند القضايا البيئية إلى آخره مناهض العنصرية إلى آخره والحاجات ذوكم معناها واضحين جدا في الحق الخط التحريري متاعنا وندافع عليهم فنعتبره اللي احنا بالمساهمة متاعنا هذه كنحاولوا أي نغيروا نظرة معينة كسوا معناها في الشمال وبش نقولوا للناس راهو ما حاولوا غيروا نظرتكم شويه للبلدان الجنوب باش تكون زاده معناها السياسه معناها تكون يمكن متوازنه اكثر مع بلدان الجنوب. شكرا سميح. السؤال هو نفسه لكن باش نسلك طريقه مختلفه. مثلا سامي او ساره على الاقل الزوز تفهم من كلامهم انهم هما كميديا جزء من المعركه معناتها ويقول لك سامي انا مثلا سخر جهد سنوات من اجل نصره قضيه معينه. المفكر القانوني حتى من اسمها تقول ومن دراساتها اللي قاعدة تهبط فيها كلها أنها تدرس في جوانب قانونية سياسية ولكن هل هي جزء أيضا من المعركة ولا عندها تأثير ولا قاعدة تقود هي في الرأي العام ولا كيفاش؟ ربما ما زالت تجربة المفكرة القانونية في تونس نحكي قصيرة نسبيا مقارنة بالمفكرة القانونية في لبنان اللي بدأت من ديسمبر 2009 والمفكرة القانونية فعلا في لبنان مثلا جزء من المعارك المجتمعية والاجتماعية والاقتصادية اللي يخوض فيها الشعب اللبناني والمفكرين اللبنانيين عن طريق أدوات مختلفة أهمها التقاضي الاستراتيجي والمناصرة. يعني مثلا المفكرة القانونية ساهمت أو قامت مباشرة بدعم رفع الدعاوي أو ساهمت في دعم دعاوي في أكثر من 50 قضية تتعلق بالأملاك العامة تتعلق بجرائم مجتمعية متعلقة بجرائم اقتصادية تتعلق بجرائم مخالفات سياسية مخالفات انتخابية يعني منخرطة في 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 النضالات اليومية للشعب اللبناني. لهنا في تونس نحاول نكون جزء أيضا من المعركة. يعني بالنسبة لي نعتبر الصحافي مش أداة تغيير فقط هو أداة تغيير وما نمنش أصلا فكرة أنه الصحافي محايد لأنه نعرفه أنه أنا نمن على الأقل بشكل شخصي أنه الصحافة انحياز وأنه الكلمة تبدل معناها الصحافي لازم يعطي موقف استعمل كلمة شهيد وقتيل تعبير عن موقف يعني ما نمنش ياسر بالسردية متاع الحياد والحياد ما حياد لذلك يزم والصحافي جزء في نهاية المطاف من المجتمع متاعه يعاني في اللي يعاني فيه سواء سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا مهنيا هو 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 جزء من النسيج المجتمعي ويزم ينخرط في هالنضال هذا والتغيير الواقع متاعه سواء المهني ولا الواقع الأوسع المجتمعي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي على رأسه. يعني في نهاية المطاف إذا كان نحكي واليوم احنا على تراجع منسوب الحريات أو المتضررين هم الصحفيين خدمتنا لم تنجمش تكون إلا في مناخ من الحريات. كيفاش نجم الصحفي يغير هنا مثلا نحكي في تونس احنا مثلا في المفكرة القانونية في تونس نرى أنه مهمتنا أول حاجة مقاومة التضليل لأنه أحد أسلحة السلطة الجديدة هي التضليل الخطاب الإعلامي المضلل سواء بمنشورات الفيسبوك أو بالفتاوي اللي يطلعوا بها الفقهاء القانونيين والسياسيين والباحثين الاجتماعيين الموالين للسلطة في وسائل الإعلام. مهمتنا التصدي بالمثل لمحاولة التضليل محاولات التضليل أنه نركزوا أكثر على الجانب الاجتماعي والاقتصادي في مختلف النقاط والبرامج اللي يطرح فيها النظام الجديد الشركات الأهلية البناء القاعدي غيره 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 محاولة ربط أكثر بين النصوص القانونية وتفسير الارتدادات بتاع المراسيم والأوامر والبرامج اللي تطرح فيها السلطة هذه ولا حتى اللي قبلها ارتداداتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية. دونك هذا كيفاش نرى دور الصحافي انه ينخرط في المعارك انه يحارب التضليل وانه يكون اداه لمقاومه تغول السلطه. شكرا. باش نعطي الكلمه للجمهور باش يتكلم فقط عندي سؤال نحب اجابه نتاع 20 ثانيه من كل متدخل. ديما نسمع انه تقول نواه ولا ميد في منسويه اوريو 21 مفكره قانونيه وغيرها طبعا برشا غيرهم لكن على الاقل نحكي على قدامي اليوم تقولوا اعلام مستقل ولكن من كلامكم الكل مش ما ثماش استقلاليه يعني تعرفوا ويحكم في نفس الوقت زاده انكم منحازين لقضايا معينه وهي راي ديما تطرح. انا لقيت فرصه انه باش نسمع ارائكم فيسع قبل ما ادي كلمه للناس باش تعرف شنو هي الاستقلاليه نتاعك وليش انت مستقل وغيرك مش مستقل. ساعة غيري انه يكون مستقل 20 ثانيه
أنه غير يكون مش مستقل هذه قضية تعنيه، مانيش باش نحكم على الغير، على الأقل مقاييس أو معايير الحكم على الذات في أن نكون مستقل أو غير مستقل هي في مسائل تتعلق بالتمويل، في مسائل تتعلق بالخط التحريري وبحرية واستقلالية قرار المواضيع التي تكتب وطريقة صياغتها والكتابة عليها. لهنا أعتقد تتلخص مسألة الاستقلالية، استقلالية مالية اللي كانوات قاعدين نسعى ونوصل ونحقق فيها السنة إن شاء الله، نوصل لتحقيق 50% من ميزانية نوات هي جهد نوات الذاتي عن طريق بيعان، عن طريق تزبنمو، عن طريق المجازين نبريمي متاعها، عن طريق دي كونترات سيرفيس افيك دي كليون ولا دي بارتنير. هذا الخط الاستراتيجي اللي ماشي فيه نوات هو تحقيق استقلالية مالية، وحتى لو كان فما تمويل من لي بايور دو فون انه نضمن من الشروط الاولى والام في اي تمويل اجنبي باش يدخل النواه انه ما ياثر في حتى شيء على استقلاليه الخط التحريري نتاعنا. شكرا. ألفا نفس السؤال. انا ما نشوفش ثم كونتراديكسيون انه واحد ينجم يكون مستقل ومنحاز، معناتها انا معناها بالنسبه ليا je suis indépendante politiquement. معناها je peux dans le sens اللي نجم ننقد اي نظام اي حزب سياسي، ما عندي حتى مشكله، لكن انا منحازه للعداله الاجتماعيه، ل بيان سور للحريات، القضايا القضايا معناها لي كيستيون دي دروا دو لوم، منحازه توتالمون à ces questions-là, tout en restant indépendante, manière sur le plan politique. شكرا. سارة. فما جملة ينسبها لجان-لوك غودار المخرج الفرنساوي يقول يحكي على الموضوعية، يقول الموضوعية هي تعطي درج اليهود يتكلم ودرج هتلر يتكلم، معناها يعني يسخر من الموضوعية اللي هي مش موجودة، معناها الأسطورة من الموضوعية كيف كيف، معناها الاستقلال حاجة والحياد حاجة أخرى. احنا أوريون 21 يعني الجزء الأهم الأساسي من الميزانية متاعنا هو كراود فاندينغ، معناها ناخذوا تمويل من القراء متاعنا، ديما الجملة متاعنا نقولوا معناها يكونوا لكتور كيف يفو نوز اشتي، معناها فما حد آخر نجم يشرينا. والاستقلالية بالعكس، معناها أنا بالنسبة لي ضروري أنك تقول انت شنو خطك التحريري وشنو ما انحيازاتك السياسيه، خطر مهم ديما تعرف شكون يحكي وشنو منين قاعد تحكي، منين موقع نتاعك وكيفاش قاعد تحكي. من بعد اي احنا ما ناخذوا حتى تمويل حكومي لنا وذا يعطينا معنا سورتو في المنطقه اللي نحن الاقليم نخدموا عليه، ننتقدوا قطر وننتقدوا الامارات والسعوديه، نحكيوا على الجزائر ونحكيوا على المغرب، وفما حد معناها يمنعنا، لا شركه ولا رجال اعمال ولا دوله ولا حكومه تمنعنا باش ننشروا معناها مقال معين، فقط يعني نحن كيفاش نراو الخط التحريري نتاعنا احنا السياد ورأينا معنا. واضح. سميح. نفس الكلام تاع سارة، ان استقلاليتنا تصنعها غرفة التحرير، غرفة التحرير تختار مواضيع هي تحدد لشكون لمن تنحاز ومتى تنحاز، بغض النظر عن اي رهانات او مهما يكون البير دو فون. دونك الاختياراتنا واختياراتنا للمواضيع اللي نتناولوها وزوايا النظر يحددها فقط وفقط غرفه التحرير وفريق التحرير في المفكره القانونيه. شكرا. ناخذوا مداخلات او اسئله بطريقه سريعه، ووجههم بالاسم والسؤال للاشخاص الموجودين. زينه وصديقنا ساعة. أول حاجة مرسي على الدبا، يسر تحفون. نحب نرجع على سامي دايغ، تصور كيسيون تنجم تجاوب عليها الناس الكل، مي سامي سورتو خاطر حكي قبليك على نوات الكونتوني إليتيست شوية. بابا عزيزي يرحمه كان ديما يقول لي الأسلم في المواقف هي المعارضة أو معاداة السلطة، خلينا نقولوا ديما وقت اللي ما تفهمش روحك شنو باش تعمل عارض، وهذا اللي رينا في نوات أي سورتو كيما قلت أنت في العركة متاع مانيش مسامح. ما في عركة أنا اليوم نشوفها بوليتيكمون أكبر بيسر منش مسامح، خاطر برشا جبهات تحلت علينا أو ميم طون من 25 جويي وإحنا جايين ومازلنا قادمين على بوبلي كبير. نويت ويني في هذا الكل، علاش تقعد اللي فما اللي فوالا دونك فما عباد اللي المفروض نوصلوا لها معناتها أكثر من هكا، علاش نويت اللي مستحقينها اليوم على الأخر في المشهد الإعلامي في تونس ما عادش كيما قبل. شكرا.
ثم صديقنا قادم. سؤال بالنسبة للوريون 21، فماشي تغير ولو طفيف بالنسبة للنخبة الغربية موقفها من المنطقة في عدة مسائل؟ فماشي تغير طفيف يعني عملكم ودوركم في لوريون 21، تحكيوا انه تحاولوا انه تعطيوا نظرة اخرى للي قاعد يصير في المنطقة العالم المغربي، هل هناك تغير طفيف على الأقل في مسائل جوهرية تهم العلاقة ما بين الجنوب والشمال؟ شكرا. شكرا. ياسمين. شكرا. شكرا على القيمة متاع المداخلات. باش نرجع شوية مهزي للانتيتولي اللي هو الخيبات من بيروت إلى تونس مروراً بعديد العواصم العربية والبلدان العربية اللي تحدثوا عليهم. هوني ماذا بين نسمع منكم اللي حب الأربعة القراءة الصحفية للخيبات هذه والثورات أو حتى الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية. إيه أساسا؟ نسمع فيك. يسمع. فشل متاع الطبقة السياسية خلينا في تونس خاطر مش نحكي على المنطقة العربية خلينا على تونس. تونس هي المجال او التريتوار اللي ركزتوا عليه وخدمتوا فيه الخدمة الميدانية والتحليل الصحفي. الفشل ما ردوا اساسا الطبقة السياسية اللي حكمت في 11 سنة هذية، السياسات العامة الفاشلة، والا زاد عدم تهيؤ او جزء كبير من الشعب التونسي للتحول هذايا وللفكره نتاع الثوره في حد ذاتها. ممكن اللي بدات اولى الملامح الانقضاض عليها من 14 جانفي في ممكن يعني حتى ملي يمكن نجبدوا باجي قائد السبسي شد هو باجي قائد السبسي رئيس حكومه في 2011 والى غير ذلك من لجنه بدا حمايه تحقيق اهداف الثوره والى غير ذلك. فماذا بيه هوني القراءه الصحفيه اكثر للي وصلنا له علاش الخيبه هذه. اذا كان ما ثماش اسئله اخرى نرجع للمدخلين. سي بون سي بون سي بون سي بون واضح. تفضل طارق. هنا depuis 2011 احنا قاعدين نعيشوا في فتره انتقال ديمقراطي، ونورمالمون في فترات الانتقال الديمقراطي اذا كان باش نشوفوا دي فينومين سو سون لي فينومين لي بلوز ابسورد ان اتوندون انو نبنيو حاجه جديده. Mais l'enjeu principal depuis 2011 jusqu'à maintenant, c'était nous n'attaquions pas le wai, le système de l'Ouattan, et les hauts âges de dictatorie, donc qu'engagent totalement, le système ou le travail politique ou la حتى بثقافة سياسية كيف إيش لازم يخمم ويعمل دي شوا. Donc le دور المهم تاع الإعلام في المرحلة هذه إنه كان يرتقي بالوعي السياسي تاع المواطن إنه يفسر إنه ينقل معلومة. مي لنا اللي ريناه بيسكو الاعلام كان منحاز برشا للقضايا كان انه مهتم اكثر انه يعدي البوزيسيون نتاعو اكثر من الخبر. خلى اليوم نراو المواطنين ما عادش يحبوا يقراوا ولا ما عادش يحبوا يسمعوا خاطر يقول لك اه هذا مجمعة فلان، اه هذا مجمعة 52 اه يعني ولا بسمع الكل وسيله اعلاميه وليت حاجه تنفر ما عادش تخلي المواطن يمشي باش يسمع باش يفهم خاطر ولا يفهم موقف ما يفهمش شنو اللي وراء الموقف هيك ولا الحدث. ما عادش نخليه له الفرصه انه يعمل الشوا نتاعو ولا تكون عنده سا بروبر فيزيون. اي دونك اسكو ما تراوش انه اليوم زاده انه البريز دو بوزيسيون هذا نجم نقولوا هو نضالات قاعدين يعملوا فيها الصحفيين، النضالات والميسيون هذه اللي عطاوها صحفيين رواحهم خليت اكثر وطبعت اكثر الكومبورتمون نتاع المواطن وخليته ديزونجاجي بوليتيكمون اكثر واللي هو وصلنا للخيبه نتاع اليوم. ميرسي. ميرسي. سامي. بالنسبه للسؤال على مساله دور نواة في المرحلة اللي نستحقوا لها حسب ما فهمت هك، والله تقييمي الذاتي هو هي نواة مرت مراحل معناتها تجربة طويلة 18 سنة تقريبا دخلت في العركات الكل بطرق مختلفة بأدوات مختلفة وبمواقع مختلفة. نتصور المرحلة اللي عايشين فيها داخلينها
بطرق أخرى، داخلينها بتحقيقات ميدانية، داخلينها على الأقل بنقد خطاب رئاسة الجمهورية بطريقة صحفية تحترم أخلاقية المهنة. ما فماش حاجة يعملها قيس سعيد تقريبا في المراسيم اللي يكتب فيها ولا في الخطابات اللي يلقي فيها علينا في الفيسبوك، ماناش قاعدين نرجعوا عليها ونحاولوا أن لديكونستروي بشكل معين، كسوسوا أترافير دي زارتيكل دو فون أناليتيكس ولا أترافير لكابسول متاع نوات في دقيقة اللي تحاول تفكك وتلعب دور كونتر بروباغاند للخطاب الرسمي. تبقى مسألة، أعتقد هذا تقييمي بعد، يبقى الفريق التحرير ورئيس التحرير، وهذا يرجع للخطاب اللي يصير في كل أسبوع في 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 نوات حول المواضيع اللي باش نتعرضوا لها. لكن نوات تغيرت يعني من 2014 15 16 الناس اللي كانت تخدم في نوات كانت نوات تركروتي أكثر ديزاكتيفيست، اون بريفير أنه يخدموا في نوات ديزاكتيفيست بلوتو كو دي جورناليست، لأنه نعتبروا أنه عندنا معركة، معركة داكتيفيزم ولا معركة متاع انفو اكتيفيزم، أن اوني دي اكتيفيست دو لانفورماسيون. بعد استراتيجيا اتخذت قرارات استراتيجية أنه نواد باش تكون أكثر حرفية، أنه نواد رئيس تحريرها يلزم يرأسه واحد قاري صحافة مش اكتيفيست، وأنه الناس اللي تدخل تخدم في نواد تكون أقرب للصحافة منهم للاكتيفيزم، بيان كو اون فافوريز الاكتيفيزم، خاطر ماذا بينا عبد يكون يعرف الواقع ويعرف عنده علاقاته في تونس مع الطبقة السياسية ولا في الجهات، مع إذا كان فما حراك في الجهات أسهل النواة من أنها تتحرك. دونك أعتقد أنه هذا يكون أثر، وفما انطباع عند برشا مش انتبار كأنه نواة تخليت على مهامها الثورية ولا مسؤوليتها الثورية، نسمع فيه، أنا شخصيا نسمع فيه في الكومنتار في ترشنو، فالاتهامات موجودة تتفصل. أعتقد أنه المحتوى هو اللي يحكم، مهنية المحتوى وحرفيته هي اللي تحكم في نهاية الأمر. ولا هذا هو ردي على المسألة هذه. مرسي ألفا. أنا حبيت أن نجاوب لا دموازيل اللي عملت اون كريتيك في بلاصتها معناها بارابور او ميديا، علاش لي يا ديزانتيري وعلاش لي ميديا اون موفيس بريس اليوم. قبيله حكيت شويه على لي ميديا بوبليك، علاش اي سون تري امبورطون لي ميديا بوبليك، على خاطر اي سون او دوسو دي بارتي، خاطر احنا نمولوهم، احنا سي لو بوبليك اللي يمول لي ميديا بوبليك. التلفزة essentiellement معناها التلفزة ولا التلفزات الوطنية ولي راديو ولا لي راديو ناسيونال، على خاطر لي زوتر ميديا اون لو دووا ديترو بارتيزان معناها، اما il faut qu'il le déclare، يلزم يقول في لين ايديتوريال اللي هو معناها عنده بروش دو تيل ايديولوجي ولا دو تيل بارتي، il faut qu'il le déclare، il faut pas que ce soit هكا dans le flou. معناها لي ميديا بوبليك اللي هما اي دوفري اتر لو روبير اي نو فون با بيان لور ترافاي، معناها كي تشوف انت النشره الوطنيه معناها لو جورنال دو 20 معناها اي لي دوميني بار اون انفورماسيون انستيتيوشنيل بار لي كومونيكي دو بريس، و عاد بعد 25 جويلية ولا برو معناها قيس سعيد أفون معناها ثم دي بيرسون اللي وليو دي بيرسون نون غراتا معاش تشوفهم لي اسوسياسيون كيما النقيب تكلم قداش من مرة معناها في الراديو إلى أليرتي لي اسوسياسيون لي بارتي دو لوبوزيسيون معاش يستقبلوه معناها في التلفزة الوطنية. دونك انا نشوف انه كما قلت لك معناها حكيت ومشكلة اخرى اللي يوسي لي جورناليست نحس اللي لي جورناليست ما ميتريس با معناها لي زوتي بروفيسيونيل، ثم ضعف كبير جاي من الصحفيين اللي عندنا des événements après le 14 janvier ثم des événements قوي برشا صاروا في البلاد معناها il y a une transition معناها démocratique il y a eu des élections il y a eu des assassinats politiques il y a eu معناها اللي عشناه في ال 11 و 12 سنه شيء كبير معناها لكن les journalistes
معناها لا كوفرتور جورناليستيك نا با ايتي على اوتور دو سي ايفينمون. وهذا يظهر لي انا نحس اللي ثم ضعف ثم اون فيبليس. شكرا سارة. قبل ما تبدا تجاوب اكيد عندك ما ترد على سؤال موجه لي مباشره. ثم سؤال طرحته راني يظهر لي اللي هو يقول لك انتم تو منحازين وتعلنوا لكم وانت قلت احنا موقع يميل اليسار وفيمينيست ودافع على الحقوق الاقتصاديه يساري مش حتى يمين يساري وكذا. قول لك انا في الاخر انا نعرف البوزيشن تاعك من غير ما نقرا لك معناتها عارفك من ماشي من الاول. ليه افات مانيش نحن من الفكره انه مش قاعدين نحاولوا معناها نقنعوا في اطروحه معناها باش نقنعكم. والله لا اقراوا كتاب راس المال نتاع ماركس خاطر عطكم ولا اقراوا جرامشي ولا ما مش هذه الفكره. معناها الفكره انه كي يقولوا احنا الموقع نتاعنا شنو معناها راهو نحن كي باش نحلوا الوضع في تونس ولا في مصر ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في غيره راهو باش نعملوه هاو ديما لو دو اون بارل اللي هو مثلا في علم الاجتماع حاجه مهمه ياسر معناها جوست معناها حتى باغ اونيتي انتليكتوال النزاهه معناها نحدد باش تعرف انا هاو شنو انا راهو كي نحكي لك كي نحكي على كي نكتب مقال على فلسطين وما نكتبش ونكتب معناها نكتب بالفرنسي وما نكتبش لي زغاب اسرائيليان نحط لي باليستينيان دو 48 سي هذاك موقف سياسي معناها اللي هذوما ما نسميهمش عرب اسمهم فلسطينيين اللي معناها جوز باش نحدد انا الموقف نتاعي شنو هاو معناها الكونترا بيناتنا واضح هاو الاطار اللي انا نحكي فيه من بعد في الاطار هذاك انت متعرفش بشرطه هي على شنو باش نحكي معناها ما تعرفش شنو الزاويه اللي انا ننطلق منها باش نحكي. حبيت جوز نجاوب على السؤال اللي طرحه السيد بالنسبه معناها التغييرات اللي عملهم ولا ما عملهمش موقع اوريون 21. جوز باش يبدا المشهد واضح فرنسا في السنين الاخرى ومش كان فرنسا معناها العالم كامل منعرج يميني معناها في العالم كامل السنين الأخرى ظهر اللي كنا معناها واعين به الأمر ذي لا سيما في فرنسا اللي معناها كما شفتوا أنه وصول اليمين المتطرف معناها بكامل ألوان الطيف معناها في الدولة الثانية مثل الانتخابات وهي حاجة عادية جدا واللي حتى معناها اليمين اللي ما كانش متطرف ولا ماهوش ولا متطرف غير درج معناها الى اخره واللي حتى ماكرون اللي هو معناها سونسي معناها ليبرالي على جميع الاصعدة ايضا معناها ليبرالي اقتصاديا ولكنه مجتمعيا سونسي اتر ليبرالي زاد حتى هو معناها ماشي في منعرج فاشي نوعا ما مع انه معناها كي تشوف العنف البوليسي اللي صار في الخمس سنين الاخرانيين كي تشوف القانون الانفصاليه اللي عمله اللي هو معناها عنصرية واضحة وضوح الشمس ضد المسلمين في فرنسا إلى آخره خاطر كيف كيف ماشي على الموجة دي كم ضد المهاجرين وضد الإسلام وخاطر حبي يقدم العهدة الثانية إلى آخره. في البيزاج هذي الكل فما معنى طبقة سياسية إعلامية اللي هي مسندة ما ماشية في التيار هذي في المنعرج هذي واللي بالحق معناها ولات عركة في فرنسا معناها سي اون بيبولاريزاسيون ولات فما الحكاية معناها ثنائية القطب اللي انت معناها باش تحدد انت موقعك فين يا مع هذم يا مع الاخرين اللي ضد التيار هذا اللي ضد الطبقة السياسية والإعلامية هذه يتم وصفهم من قبل السيما من الطبقة من جزء من الفاشوسفير طلعوا معناها السبة الجديدة هذه طلعت من سنوات اللي هي معناها اختراع من اليمين المتطرف ديز اسلامو غوشيست الإسلامويين اليساريين اللي هما ما يقدموهم اللي هي نوع متاع أليونس بين الإسلامويين واليساريين معناها في أبشع صورة واللي هما معناها يهدوا خطر على فرنسا وعلى مؤسسات فرنسا وعلى الهوية فرنسا إلى آخره. مؤخرا عند أشهر الحكاية مجلة من أهم المجلات متاع اليمين المتطرف في فرنسا اللي هي فالورز أكتوال كلاسيت حطتنا نحن في أوريون 21 اللي نحن معناها جوست باش نفهمكم اللي نحن راهو موقع مستقل اوتو فينانسي معناها رانا نكوروا اونتر كيمي معناها في التيران تاع لو موند و تي فا و بويغ و بولوغي و الفي ام اش معناها يا دي مليونير في فرنسا اللي عندهم معناها اللي هما يكسبوا وسائل الاعلام جايين نحن الموقع المستقل حطونا نحن كيما ميديا بارت مع ميديا بارت ما بين نيزيستمو غوشيست احنا والله معناها عشناها كمعناها اوماج معناها والله بقي باش نشكروهم معناها لو فات اللي نحن يوليو يحطونا في الكاتيجوري هذيك سافيتي قونا دو بوا معناها
Ça veut dire qu'on n'est plus des anonymes. Je suis un موقع صغير والله ما حليكم سي تري مينيون قاعدين تخدموا في خدمتكم على لقد على جهدكم و سي بون فما ثلاثه عباد يقراو فيكم ويعطيكم الصحه معناها قاعدين نقلقوا في نوع معين ولا في طبقه معينه من بعد انت استعملت كلمه نخبه شكون قال احنا نتوجهوا للنخبه معناها احنا عمرنا ما قلنا الهدف نتاعنا هو انه نغيروا فكر النخبه قلنا نغيروا الصوره نحن مثلا من اكثر العباد اللي عنا علاقه معاهم هما الاساتذه في معناها كوسوا في معناها المدرسين معناها في المعاهد الكوليج الى اخره ولا في الجامعه في الجامعات اللي هما واللي يقراو لنا يكتبوا عنا يقريوا معناها يحطوا معناها يستشهدوا بالمقالات نتاعنا في البرامج نتاعهم وحاجه ديك وعندنا دي ستوديون معناها يستشهدوا بينا بالمقالات نتاعنا في لي ميموار نتاعهم في لي تيز نتاعهم الى اخره نحن ذي بالنسبه لنا اهم حاجه معناها فما جيل قاعد يطلع وقاعد احنا معناها لي جون هذوكم الجيل هذاك جديد احنا عندنا معناها ربطنا علاقه معاه وذي بالنسبه لنا اهم من النخبه السياسيه معنا شكرا سميح نعرف عندك ما تزيد في الختام ولكن نفس اللي كانت اللي كملت به سارة تو المفكرة القانونية ولا نوات أو مات في مينسوية وأوريون فانتيا وغيرها من المواقع المستقلة تقعد ديما وقترحوها برشا تو في الببليك أنه نخبوية مهما كانت درجة انتشارك إلا أنك كبير من نخبة وغير قادر على التأثير على الناس مراش أنها نخبوية يعني تعريف النخبوية شنو معناها النخبوية إنه مقالات بمستوى معين بمصطلحات معينة نحكي مثلا بالنسبة للنوايات مثلا أنا رأني ثم المقالات التحليلية العميقة وثم المحاولات لتبسيط المعلومة نوايات في دقيقة وما يقبل لزنفوغرافي أنت اختيارك مش نخبوية ثم وسائل الإعلام تحب تبقى تحب تنتج مقالات تحليلية معمقة ثم واحدة تحب تنوع دونك انت واللي اختيارات وفي نهايه المطاف نختلفوا حول تعريف النخبويه لانه انا نتذكر مثلا من تجربه صغيره نرجع شويه النوات كاتب مقال على وقتها بدات المفاوضات على الاقتصاد على مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي ركب مع التاكسيست دونك نحكي وبدا يحكي على 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 المقال وعلى القرض مستعمل مصطلحات نعرف راح نستعملها هنا مربعات وكذا كذا نعرف المصطلح ماهيش نخبويه دونك انت وقدرتك على ايصال المقال تدخل زدنا الكوميونيكاسيون القدره القدرات الماديه على تحسين الفيزيبيليتي نتاع السيت نتاع دونك وجيد زاد انه نحاولوا المقالات اللي نسميوها نخبويه زاد نوصلوها للناس ونحسن زاد مستوى الوعي بتاع الناس شكرا يعطيك صحة سميح سارة ألفا سامي أنا حقيقة حس روحي مانيش مريقل هنا نرمون نتكلم في بلاصتها نرمون نزيد معهم شوي دونك كلمة مش أي مش سك أي مش جيك لحظة جوست فقط حبيت نقول أنه الرأي بعدين لكم سامي وألفا وسارة و سميح حبيت تقول انه اللي طرح ديما علينا كوسائل اعلام مستقله هو النخبويه مش في طريقه الكتابه نتاعنا ومش في المصطلحات اللي نستعملوها ومش حتى في شكل المقالات هو وصولنا للناس لاحظت حاجه انا في خدمتي في نوات لاحظت حاجه انه الناس توصل لهم من خلال القضايا اللي تطرحها عليهم والقضايا نتاعهم هم يعني مثلا كي مشينا الوقت خدمنا مرة على الفلاحين بتاع الأقصاب هكا ثامر الأقصاب والأخوات كي مشينا وقت وصلنا غادي أنا أول مرة نمشي للبلاصة وما نذكرش كان في نوايات قبل تخدم عليهم على الأقل نذكروا أنا ولكن كي مشينا لقيناهم يعرفونا لخاطرنا خدمنا على فلاحة أولاد جبل مثلا لأنه كانت قضية مشتركة هم صغار الفلاحين في تونس في تونس الكل أي بالضبط دونك الانحياز اللي حكاوا ليه كل مش كان سامي الانحياز هو مش في شعار هو فقط في انك تمشي للناس هذوما وتتناول القضايا نتاعهم ويحس عنده صوت لانه مثلا اولاد جبلة ولا في الاكساب ولا في غيرهم من القضايا الاخرى ولا في الهويديه الاعلام المهيمن للاسف ما يطلعهمش وتعمل مجهود كبير انت باش توصلهم كاعلام مستقل امكانياتك مش كبيره اللي هو الاعلام المهيمن ما يعملش مجهود في الحكايه هذه من با خويا ما دافعش عليهم ما با يحل الديبا
على الفلاحين الصغار، على المدن المنجمية، على قضايا الهجرة، ما باي حل ديبا. كان ثارت عادي رابور لتدويس في الأخبار وتعدل روح، ما باي حل ديبا على هذه. هذا كلاش نقول أنه الإعلام المستقل نجم يكون هو حامل الهم الناس، هو رأى أنه حامل هم الناس، ولكن يهبط أكثر يخدم معهم، يوصل صوتهم طريقة أكبر، وخاصة أنه راهو أحنا نمشولهم بالمناسبات، نمشولهم باعتصامات، بإضرابات، بتحركات، بناس هزوهم للمحاكمات، ولكن هذه قضايا يومية يعني فيها يوميا، فمن الأحسن أنه تكون عندنا القدرة أكثر أنه بش نوصلهم أكثر. استثنائيا ثامر مكي وبالمعارف تفضلي مرة أخرى ياسمين. لشكون وجهت السؤال كنت؟ أنا باش نكلف سارة جاوبك. سيبون. لا والله فما معنى كلمة اللي تعاودت برشا مرات، مسألة النخبة. باختصار معناش برشا وقت. أي مسألة النخبة والنخبوية، هو احنا في تونس السياق اللي نعيشوا فيه الكل كبلت ثورة شنو معناها؟ معناها فما النخبة قائمة موجودة، وفما محاولة للتخلص من النظام هذاك ووضع نظام جديد، وبالتالي وضع نخبة جديدة. وما سمي بالمسار الانتقالي الكل هو محاولات وأخذ رد ومخاض كامل لتنصيب نخبة جديدة، اللي في الأخير بكل عركة ما تحسمتش. 25 جويلية والنقاش والجدل الكل توا حول عضوية اللجان ومن يترأس اللجان وشكون يقعد في اللجان وشكون يكتب الدستور، هو نقاش حول تعريف النخبة. وبالتالي في سياق كما هكا كي تلقى انت زادة نحكيه على الإعلام، المشهد الإعلامي اللي موجود اليوم يظهر لي ما يلزمش نكونوا مفكرين كبار أو نخبويين جدا باش نقروا برداءته الكبيرة والكبيرة برشا. في المقابل اللي حدد ما هو نخبوي وما هو غير نخبوي هو العادة والممارسة، سي كومبورتمونتال. معناها كي نستنسوا عادة نقراو حاجات نسخايلوها مقالات وما دي بغيف طولهم سطرين وثلاثة أسطرة، والخبر يتحول ديكلاراسيون تتحول الخبر بينما أنها هي انتباع ما هيش إعلان على قرار ولا حاجة، والشيء هذا يهيمن على المشهد الكل. في الأخر بالكل لابيتود اللي استانس بها القارئ هو أنه يقرأ سطرين ويكونوا ديكلاراسيون، ودو بريفيرانس التيتر يكون فيه فلان يطلق النار على فلان ولا فلان يفجر قنبلة، فهمت؟ دوك في الأخر بالكل حتى لو كانت تبسط المعلومة لأقصى حد باش يقول لك ليه أنت نخبة، ويخاطر نخبة تتحدد وفقا للسياق اللي أنت توجدت فيه. لكن في المقابل مثلا في نواة ديما يقولوا نخبويين، نعدي وقت طويل على التبسيط واختيار المفردات تفسير في العنوان وفي غيره، حتى كي يبدأ فما مفهوم رزين كان لقيته في السطر هذايا السطرين اللي بعده باش يكون تبسيط وتفسير. لكن راهو معناها كالمرة قلتها ونختم بها، برشا مرات على مسائل المتعلقة بالحريات أو بالديمقراطية ولا واحد في السياق التونسي، نقعدوا في السياق التونسي، فما كال الاتهام اللي ديما يتعاود متاع تجيبونا في حاجة خطيتنا ما هيش متاعنا، حول مسائل الحريات الفردية وفترة وإحنا الصحافة ما هيش متاعنا. مش معناها ما هيش متاعنا، معناها تونس ما عندها حتى تقليد متاع مهنية صحفية. راهو سيغراف أنه عشنا الوقت هذا كل، حتى كي نحكيه على التجارب معناها تمثل نقاط منيرة ولا حاجة، كما تجربة جريدة المغرب في الثمانينات أو تجربة جريدة الرأي في نفس الفترة أو في فترة سبقتها ولا واحد، راهم دي بارانتيز قصار برشا، راهو لا تجربة فيهم دامت أكثر من 5 سنين مسترسلين. راهو عمرنا ما توجدت عنا وسيلة إعلام ستاف اللي يخدم فيها من الادمينستراسيون للفينانس للريداكسيون فهمين رويحهم وين وشنو قاعدين يعملوا. وبالتالي احنا كان اليوم نحكيوا على صحافة الجودة من ديبالو والثاني كذا، راهو صحافة الجودة راهي ماهيش متاعنا، واحنا قاعدين نحاولوا نفرضوا على شعبنا الأبي حاجة ماهيش متاعه، لكن مواصلين في الـ في الـ في الحكاية هذه، ونحبوا نفرضوا القيمة هذه علاش؟ خاطر احتراما للذكاء واحتراما لقيمة المواطنة قبل كل شيء، اللي تعطي للناس كل الحق
باش يكونوا وعي وتعطينا احنا كصحفيين واضح. الواجب لتكوين الوعي هذا. واضح واضح مرسي. سارة سألتنا ياسمين على الخيبة وعلى أسباب الفشل محاولة إجابة معنا ماهيش إجابة وعمرها ما باش تكون كاملة وشافية. فقط محاولة إجابة والحاجة اللي باش نقولها معناتها تظل أنا قاسم مشترك بين معناها الخيبات الكل اللي صاروا في العالم العربي أنه فما مشكلة متاع تنظيم أساسا معناها وفما مشكلة متاع على شنو ثرنا يعني كي الثورات الكل اللي صارت ضد نظام معين ما صارتش معنا فما اوكي صاروا شعارات خبز ومي بن علي لا عيش حريه عداله اجتماعيه معنا ما فماش حاجه نظام واضح برنامج واضح للي بعد الثوره كانت الاولويه انه نرتاحوا من اللي عندنا في معنا الانستانتي وبما انه معناها بون مش باش نجم تاع ماركس اللي لازم معناها باش تصير ثوره لازم الطبقه المتوسطه هي تدخل في الحكايه مع الطبقات يعني الدنيا الى اخره باش تصير ثوره ولكن اي المشكله اللي اون فوا سقط النظام اللي احنا ثرنا ضده من بعد الشعارات هذوكم كل واحد عنده تعريف نتاعو شنو وفما اللي مش وقته وفما الاولويه وين وفما تقعد من بعد دوك مشكله التنظيم ما فماش ما فما الكتيم تاع الصبيات ثوره بلا ثوار اللي هو معناها بالنسبه لي البوانت معناها بالحق مشكله كبيره في التنظيمات هذه اللي صاروا اللي ما فماش حاجه معناها هيكليه في طريق التنظيم مش معناها اللي بشرتي هي لازم نرجع لطريق معناها التنظيمات الحزبية أو النقابية إيه عاشوها الأجيال اللي قبل يمكن وقتنا نحن جيلنا تتوى ولا جيلها واللي طالع بعدنا معناها اللي هو كبر معناها بعد 2011 يمكن وقتهم هما بش يخترعوا طريقة أخرى في التنظيم وبش يخترعوا معناها ثورة أخرى ممكنة معناها وبطريقة أخرى ما أنا حسب قراءتي معناها المتواضعة هذا هو المشكلة الكبيرة. شكرا مره اخرى ساره. سامي مرسي. الفا نورتنا. سميح شكرا مره اخرى. اليوم كملنا غدوه وقتاش الديبا غدوه الديبا الكونسير 7-8 الكونسير غدوه الفا هنا اللي ما قصش ينجم يقول التيكي نتاعو من هنا. الفستيفال الجاي ان شاء الله باش يكون متطور احنا تطورنا على قبله المره الجايه نتطوروا على المره هذه نكون احنا عاملين جو كي يبداو الببليك نتاعنا موجود بحذانا نواة قوتها في القراء متاعها قوتها في الداعمين متاعها قوتها في الناس اللي تمن بها وما زلت تمن بها. مرسي مرة أخرى مازلنا قاعدين نحب نكملوا الديبا متاعنا هكا ورادة. بونسواري مرحبا.